هذه النشرة برعاية Transfer Galaxy, SCA Möbler, Dentali, Kuventilation. صدور أول حكم وفق قانون الجرائم الجنسية الجديد في البلاد الذي يجرم العلاقة بين الشريكين بدون موافقة صريحة من كليهما. لمواجهة أي أزمات محتملة دون مساعدة خارجية، الحكومة السويدية تدرس إعادة تأهيل قدرات الدفاع المدني في البلاد. أهلا بكم مشاهدينا. في أول حكم وفق قانون الجرائم الجنسية الجديد، أدانت المحكمة العليا رجلا بتهمة اغتصاب فتاة كان على علاقة معها لأنه لم ينتظر منها إشارات وردود فعل توحي له بأنها تريد ممارسة الجنس معه، وستكون عقوبة الرجل وفق قرار المحكمة السجن لسنتين وثلاثة أشهر. وذكرت المحكمة أن الرجل المدان كانت تربطه بالفتاة علاقة طويلة، وعد عندما أبدى رغبته بالنوم معها في شقتها وافقت على ذلك، لكن المحكمة تقول إن الفتاة لم تكن تريد ممارسة الجنس معه، وأن الرجل لم ينتظر بما يكفي صدور إشارات من الفتاة توحي بأنها موافقة على الممارسة. وبموجب القانون الجديد فإن مفهوم جريمة الاغتصاب ينطبق على الشخص الذي قام بممارسة الجنس أو فعل جنسي مماثل مع شخص لا يشاركه طواعية الرغبة، وينطبق هذا بغض النظر فيما إذا كان الشخص القائم بالفعل قد استخدم العنف أثناء قيامه بذلك أم لا. تدرس الحكومة السويدية إعادة تأهيل قدرات الدفاع المدني لمواجهة أي أزمات محتملة، وتقول السلطات إن الهدف من ذلك هو أن تكون السويد قادرة على التعامل مع أي أزمة مدتها 3 شهور دون مساعدة خارجية، وأن تكون جميع الأسر على الأقل قادرة على مواجهتها لمدة أسبوع تقريبا. ووفق تقرير لوكالة الأنباء السويدية، فقد تم تكليف 20 مؤسسة وسلطة حكومية بمراجعة ودراسة ما هو مطلوب عمله في مجالات النقل وإمدادات الكهرباء والماء والاتصالات والغذاء في حال وقوع أزمة، واقترح تخصيص 4,200,000,000 كرون سنويا لهذا الغرض حتى العام 2025. تجري مصلحة النقل السويدية حاليا دراسة حول احتمال استبدال نموذج شهادة السياقة البلاستيكية بأخرى قد تكون إلكترونية، وذلك عبر تطبيق خاص على الهواتف الذكية. وقال بير أولا من مصلحة النقل للراديو السويدي، قال في هذا الحديث إن التطور يسير في هذا الاتجاه وذلك بعدد من البلدان، مشيرا إلى ضرورة أن يتم تطبيق ذلك أيضا في السويد كما هو الحال بالنسبة للعديد من الخدمات الأخرى التي توفرها تطبيقات الهواتف الذكية. وتستخدم الشرطة سجلات مصلحة النقل الإلكترونية في معرفة أسماء الأشخاص الذين تتوفر لديهم شهادة السياقة. قدمت مصلحة السجون السويدية اقتراحا إلى الحكومة بفرض حظر تام على التدخين في جميع مراكز الحجز والسجون التابعة لها. ووفق أرقام المصلحة فإن 1 من كل 2 من نزلاء السجون هم مدخنين، وفي الوقت الحالي يستطيع النزيل في تلك السجون أن يدخن في الفناء الخارجي للسجن بأماكن خاصة، لكن المقترح الجديد يدعو إلى فرض حظر تام عن التدخين في جميع مؤسسات ومراكز الحجز والسجون. أصوات تعمل على إعادة تأهيل المجرمين في المجتمع حذرت من أن هذه الخطوة قد تكون عكسية وتؤدي إلى المزيد من العنف. وفي شأن آخر، الحكومة تسعى لإصدار تشريع جديد يفرض على المطاعم في البلاد تقديم معلومات إلزامية عن منشأ اللحوم المقدمة في وجباتها، حيث تم تكليف مصلحة الأغذية الوطنية بوضع دراسة عن هذا الموضوع. ويعتبر التحرك الأخير جزء مما تضمنه اتفاق يناير لتشكيل الحكومة السويدية الحالية. وقالت جيني نيلسون وزيرة الريف إن المستهلكين في السويد يستطيعون معرفة
معرفة خياراتهم عند التسوق في المتاجر، لكنهم يرغبون بوجود هذه الخيارات أيضا عند تناولهم للطعام في المطاعم، مشيرة إلى أن ذلك حق أو حقا من حقوقهم. وأمام هذا المسعى الحكومي، ترى منظمة أرباب العمل لصناعة المطاعم أنه توجد صعوبات في حصول مشغلي أو مالكي تلك المطاعم على معلومات إلزامية عن بلد منشأ اللحوم. ازداد عدد الأشخاص الذين يفضلون مغادرة ستوكهولم والسكن في مناطق أخرى وفق تقرير لصحيفة سفينسكا داغبلادت، حلل طبعا بيانات عن تنقلات سكان محافظة ستوكهولم على مدى السنوات العشر الماضية. وقال التقرير إن أولئك الذين ينتقلون من محافظة ستوكهولم أصبحوا أكثر من أولئك الذين ينتقلون إليها، مشيرا إلى أنها كثيرا من العائلات التي لديها أطفال قد بدأت في الانتقال من تلك المحافظة. وعزى التقرير بعض أسباب ذلك إلى نقص المساكن وخطر زيادة الازدحام ومتطلبات خدمات الإطفاء والإسعاف التي قد تتأثر بالازدهار السكاني وحركة المرور في شوارع ستوكهولم. ماذا في أخبار الطقس ليوم الغد؟ نهاية هذه النشرة، تحياتي وتحيات فريق العمل، إلى اللقاء. هذه النشرة برعاية ترانسفير جالاكسي، SCM أبلد، دنتالي، كوفن تلخون.